هذه ما كاين لهم اشتغل كل ما هذا المسجد ديال الدوله عبد الدول فارس هذا الاورنا موتير نتاع هذا المسجد الناس قاعده تطلع في رافعه بالسبت بالمليارات وصايد هاي باش تطلع ومع شيخ هذا المسجد هذا الفضاء نتاع المسجد هل انت راه اسطول كيما هكا وقول كيما هكا هذا يستاهل يستاهل الفضاء هذا يستاهل وهكا مجبد هكا يطلع هكا كابل هكا ماتريال الشريون زاد نتاعها واللي عطاته لنا الدوله تاع الدوله غادي نروح زوز عجالي ومكسر يا سيدي هذا هو التسكن الكارثه الكبيره اللي مخلات ما عملت في الفلاك اليابان هذا في برج في كامل العالم من وين نقول في كامل الجمهورية سبو ورسمي يمشي هذاك سيقولوا شوية أكسل هذيك هذيك كارثة هذيك تقطع الأكسجين هذيك تابع الماء الحلو ماش باهي هذيك هذاك من الواد كلهم الواد هذاك مش باهي ماشي مطر هاني الماء يمشي البحارة كانت قبل كي تجرحها صبحها تحط ماء صبعه في الماء يبرق اليوم صبعه كي تضرب بشوكة متاع كعبة صبارس تحط صبعه والعظم ما تشاو عدا نحاووه خلاص سوس خلاص بالتلوث اللي في وسط البطن قولوا الفلوكة ثانية جديدة ما تقعدش شهر فهمت ولا هوني كحله تصبر هوني شهر هوني قدام هوني كحله قدام هوني جديده شوف الدهن الماء الدهن كلي هذا بس كان يولد كحله اللي لازم تكون حمراء واقف دبوشه تربيه هوني ها كلي كاي ذاك اللوخ كان يجيب بوش يولي 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 يبونا يولي يبونا يبونا عندنا فلايك برا الناس رابطه في مسكين الناس رابطه في طول بقى وشوف الاطراف فماش نفس باش يجيبونا يجاو شوفوهم الغادي ماش ريحه نفس باش عنده ثلاث سنين ولا اربع سنين مسكين تا هو يستاهل هذا فضاء تاع تطلع فلاكه عباد ما كانش باش يهبط في وسط بلاده هنا كاكا ويولي بلديه تقوى الرسماله نتاعها كي تاخذ هي من المكس من هنا من البرج حتى الدوله تزيدها فاتوره في بالي هكا ولا في الخودي تاخذ 100 مليون تولي لها 200 يا سيدي هاس قال من الذيل هذا للذيل هكا وين باش نهبطوا حوتنا وين باش ندللوا على حوتنا وفلايك اخرى البرة من برجنا والفلايك هذوما وقت اللي يبداو حتى في وسط البرج خارجين من وسط البرج البرج تصير والترومبات نتاع الماء نتاعهم تهز له سخ وهو قاصد ربي ترسيله لبرا من البرج يصلح في الفورجوران وفي الكزاكس المسدوده اندرا باش خارج باش يخرب خلاص اندرا خارج باش يقصد ربي ويحط مخه وين باش يسرح ومنين يجيب الحوته ولا من 10 متر لبرا من البرج وهو متكي يصلح بتجي هذه البرج ناقص الجهران ناقص وين يربطوا فلايكهم وقت اللي شكينا اش قالوا؟ قالوا باش نعملوا لكم
ترفع حجر تطلع هكا ما كان نحس الستان الصفرة هكا تطلع هكا تعطوا نقربوا له نزيد نوريكم. اللي يوجع راسه فهمت ولا تعطيها 400 دوجي يبني هوني فهمت ولا ماهوش بحار في راسه ماهوش بحار تعطيه يبني اي نعم اي نعم هو هذوك الكل اللي كاين ونقول لك عليهم بالواحد بالواحد سيادتهم مش بحار وهم مش بحار البعض حجاب عاطينه فميكا ماهوش بحار وغيره وغيره المنطق هذا وكلاه هذا علاه هذاك مش بضاعة هذاك مش بحار طلعوا فيه الفلاك هذاك ولا وراء الحيط هذا اي نعم هذاك صبام سايب صبام سايب لا ما يجيش هذاك تم كلها في المنشر بتاع فلاك يطلع ورافع وكل شيء البروجي يعملوا وقت اللي باش نعملوا الدراجاج منه في التشريش قناة جديدة التراب الكل يتحال على اليمين يولي فضاء جديد لتصورت أنه الفضاء هذا يولي فضاء تاع الصيانة تاع هذوما يولي كبار صحيح ماهوش مستغل الناس ترقع في الشمس لو هو عنده بورتال ولا عنده حاجه من هاي رفعه تحت منه هاي سيدي هي ترومبه انا مزود ترومبات مزود الناس ما باش تصب مزودها عارف هاي ترى قول لي الفلايك الصغار هاي ما باش يصبوا مزودهم ما باش يراقيهم ترى قول لي علاه ما تكونش هذيك بلاصه واسعه هكا المطفاضيه تكون المطفاضيه الناس تقول لك تصب مزودها وتحسد ربي على الواحد يا ودي لا اربط الفلوس يا ودي شوف الوحيد شوف البلانسين تاعكم هو هو في يقوم ريح تماما من الشباب من وليك ما شوف شوف القشه كل بلانس يبقى مضروب من الوطن كل مضروب وزيد يعني زيد يعلى البحر يمنى البحر ايش تقولي هذيك تقولي طلع عندك منا منا شوف القلعه نزلت شوفوا كل براسي تلقاه مضروب بالقشة نتاعهم راهو هذه هو ملاحظة انا كامل حطها قالوا برشا بلاك في الحرب بلاك كانوا ذوبا هاي وين مش يراقيو البلاك هاي بلاك بلاك كبار بنا نقولوا زي ما تاعي والمهندسين والمسؤولين شو عملونا؟ عملونا كل فنار الابيض هكا وكل حجر هكا هكا الزاد هكا الزاد وبين الفنار الاخضر هكا الفنار الابيض هذاك شنو المنفعة نتاعه وانت تتعدى بالكرهبة مش حتى بتجي الفلوكة تتعدى بالكرهبة تقبل بالطش نهار الريح ما بالك توا كي زدنا عاودنا شكينا نفس الحكاية أو باش نعاودو نسكتو مش من نسكتو نطلعو لهم منها أربع حجرات هنا مليار وثمانمية حلو مشاكل نتاع البورت هذا اندرا وقت اللي تعمل أنت كي يخرج باش تطلع لي بسطروط حجر كيما هذاك باش تطلعو من هناك شنو الحل اللي عملتوه لنا في البورت كي باش تطلع أنت قدس حجر هكا ما يزيدش القدس الحجر من السماء باش يردوه القدس حجر آخر مشلوق اندرا باش القدس الحجر هذاك باش يربط الأسطول هذا باش يحل مشكلة الأسطول هذا يحب يبيع في بلاده يحب ينتج في بلاده ويكبر بلاده يحب ينتج في بلاده عملت فيها رافعك عملتك يا انت لا اسقل هذه نخسرها اي حاضر كاس كاس وعمل الحلقه نتاعها وخلي تربط فيها العباد اي هذه تسقل حاضر ما شاء الله زفتها وتقولي تربط من هنا ومن الغادي
شنو كمش حجر تحطها لي من الغادي ونقعدوا نتفرجوا ما عملنا حاجه؟ شنو المصلحه اللي عملتها؟ وهذه تتكيس والاخرى تدور شويه تكسر هيك شويه تقدم شويه وتدور على من قدام الاخرى باش تدور شويه وتعقب الاخت هلا باش تطلع من تسكر برج ومعطين مليار و800 باش تطلع تقدم شويه هذه ترجعها تربط الفلاي وتزيد تقدمها شويه قدام وهذيك تقدمها شويه وتزيد دور هيك شويه وترجعها تربط الفلاي مش مني كيف فما حاجه لو حري كيف شيء يدل البلاصه هذه وتخلق هنا كي راه البلاصه بتاع الرفاه الحاجه لازم وهذه الدولة باش تعطينا مليار و700 اذا كان عطاتنا والدولة وافقوا صح دراسة باش يطلع جناح اخر لهنا يقابل جناح الابيض هكا باش يطلع هكا قوت سحجر قوت سحجر حتى فيه ممشى كيما هكا ما فماش قوت سحجر هذا باش ينزل احنا واقفين هنا ينضرع الاسطول هذا من هنا يرد الغادي كامل ما فماش ما باش ينحيونا ضيق باش يكثرنا التموج في البرد معناها باش يولي لنا ريح بناء ضيق هذاك اللي يضرب طول البلاك هذوما الكل يكسرهم وهذوما ما تخلي شيء توا المشروع نتاعنا احنا توا هذايا باش نحكي لك الدراسه الاولى هذايا توا حاضر انت كيف باش تعمل لي هذا وباش تقلعوا هذا توا في البرنامج نتاع الدوله هذا يتقلع راهو نتاعها انت كي حاضره الارضيه علاش ما تزفتها ليش وتردها تربط احنا ناقصين اصل البلاد ونواصلها دونك يقع هذيك ابقاءها ودعمها خلاها ودعمها زفتها وخليها تربط فيها البلاك على اللي يولي كيف هذه يولي الضيق يولي كيما هذه احنا تو عندنا فلاك البر من برطنا ما نجموش نحطوا حوض نتاع البرطي اللي قلت لي ما عادش في فورون قوي ما عادش في موجه قوي وانت كي تجهر البلاصه هذه اللي هي تو هذه باش تولي ما تعبها بالتراب باش تتردم كيما التراب البراك ولينا بلاصه نتاع تعمل الرافه تعمل الرافه كي باش يحفر هذا التراب يحولوا لهنا وهنا باش يولي اسباس يستغلها البحر ومن تو تجب حتى الرافه تدخل هنا بلاصه الرافه وهو يخرج كذا فليك ولا هنا ويوقع لونتروتيان ويستغناو على المشي والجاي ولا خذوا الرد اللي قاعد يسوق كون ذات جدوى كون ذات جدوى الفليك اللي على الكيس البرد ديجا معناها شوف قداش واقف فيه برسك هكتار هكا انت جاي عرضوك فليك على السقاله على الكيس ولا هاك فليك على الكيس ولا هم قابلين نضرب فما خبرات خوينا على المنظر هذا هذوك اللي طلعوا بالتراكس هذا البحار اللي رقعوا في شباكهم ترجعوا والله حتى قليب يا امور ما تعجبش انا نبي قليبه في بالنا عندها رافعه تعمل كيف هي ما لازمكم رافعه سيدي قد ما دولت برات تلقاش مترو علو الحشر نتاعك يزم يكون ثلاثة ربع باش كي نجيو نركيو فلايكنا والريح بالسماء من الغريكا ويشوف القش نتاع الفلايك الكل مكسر الفلايك الكبار هذا البلانس كل مكسر نتاعو مش هو كان شنو هذا في البحر والله قدام فما حاجه اخرى هذا يبيعوه في قطعه قاش استنى مشاكل كبيره استنى باش ما تو احنا هذايا سطول تعرف هذوما الكل كي يهبطوا على كوامنا ويبعثوا الكل نكريو نقطة البيع يعني ذاها بيوريتي خاطر هي تجيب الفرصة هي تجيب الفرصة نقطة البيع هذه أنا ونمشي نبيع ترى وريني ونمشي ونمشي البنية هذيك من النظر العمل ما وقفش صالة هذيك صالة هون صالة هون صالة بتاع كورة صغيرة بروجي لازم تخدم يا تخدم يمشي يا استاذ بعد يبيع كي نقارن بين طلبة وصيادة نلقى مزوط يتعبى في صيادة وين المدخول؟ وين اللي يقابل الحروق هذاك تلقاه في البرد؟ أو الحب هذايا زاد يكون متكامل يكون فيه اللي يعب مازوت ويهبط في برد وكا ما لا ولا كيوسكم حتى تاكسي هذايا
علاش هما ياخذوا 57 مليار ويروحوا من هذا الشيء؟ منا ويخلص هاي باش نقولوا نتكلموا بالجهويات نتكلموا علاش قصيبة مثلا 4 فليكات قصيبة قاعدة تاخذ في المحروقات تحسين البورده نتاعها خمس في الدعم تاع تحسين بورده خمس عندها عام توا عندها عام كامل وهو الحجر رايح لما فهمتي وانا المقارنات احنا نشوف في اطار المنافسه مش المقارنات هذاك مش طالبوا حق احنا المنافسه نسكروا حتى شي من المشروع اما هو الكومباريزون لي با توجور لي با توجور احنا اعطينا لي نيسيسيتي نتاعنا اللي راه البوان دو فونت هذيا نتاع السمك الازرق تعاون ياسر وهذا يلزم سويفي نتاع الدوسيي نتاع اليوم حتى مع وزارة التجارة حقيقة هما المختصين وهذاك يعاون فما حاجة أخرى مسألة تكوين البحارة الشباب وحتى مع وزارة التشغيل زاد يعاونهم برشا فما مسألة إسناد القروض نتاع المانتونونس خاطر راه في الفليك أمورها تعبة زاد الحقيقة سي تون نيسيسيتي بيان سور الانفراستركتور هي اللي باع استنى كيف يولي الحوت الازرق كيف يولي الحوت الازرق يتباع في سوق يقع تثبيته لنا في ظرف 5 سنين يولي يعمل 500 مليون مداخيل البلديه ال 500 مليون مع الفون كوماند تولي تعطي مليار ونص في 5 سنين نكمل الميزانيه الحاليه نتاع البلديه مليار و700 معناها تولي فوا 2 الميزانيه تولي فوا 2 يبدا عندنا جربنا مرتين انا تعاضديه تنجم تقوم بالمهمه ما فماش اشكال انا خاطر احنا تو كيفاش نتكلم يجيونا جماعه الاتحاد الفلاحين ومش يجيونا جماعه لوتيكا ويقول لك غادي فما اصحاب المهنه شكون ما عندكش هبات اللي نبدا نقرا شكون ما عندكش هبات شكون ما عندكش هبات كيفاش تلقى من ولد البلاد كما تو كنا في مساله المستشفى ويعرف سي عبد المنعم كي يبدا فما شكون طبيب من ولد البلاد راه باش يخدم ويستثمر لهنا سي با لوكا تسهل مش نفس الحاله بيان سور فما صعوبات وقتها في البر نعملوا منطقه صناعيه قداش عندنا قائمه في المستثمرين اللي باش ينتصبوا في المنطقه هذيك صحيح يعني معاك كيف الاراده السياسيه نعملوا مشروع هذا مش اراده سياسيه كيف نعملوا مشروع كيما هكا مش قولي لا ما نعملك مشروع لما تجيب لي الهبات لا بدك باش يجي لنا كيفاش باش يحل فمه ويقول لك ناخذ ما نجمش ياخذ وريني يا سعد هذا السيناريو الاول يعني اللي كنت يسلو نتاع الهبات اوكي نتفاهموا فيها على تعاضديه من الدنيا تخدم يعني فهمت ما عندناش مشكل هبات لا اوكي هذه ما قيتش ونربط فما بالك تحبني نبيع اعطيني الارضيه وما قيتش ونطلع فلوكي انا باك تحبني نبيع انا نحب نبيع في بلادي عييت بالضربان الفلاك في بعضهم غادي ولا نعبيو فيهم بالكوام برا بيعوا في بلادك وهاي اللي قالك يصلحوا يجبدوا بثلاثة واربع شهور باش يصلحوا التصريح السيزون توفى في الشتاء هما الاولويه ليهم يطلعوا فلاكهم واحنا نستناهم تاني يكملوا هما باش نطلعوا احنا في طبلبه في طبلبه مدام مشى لها مدير اللي سي من صياده بردوا على ايديهم الا ما هجوه اسمعني اهم شيء نقطه البدايه وبعد اللي نسمع فينا ركزت شويه على التسلسل ولا التواصل ما بين البو وولده في وسط البحر في البحر تشوف فيهم كله ذم بحر هذا بو بحر هذا بو بحر واخواته خمسه بحار هذا كيف بو بحر يعني فما تواصل موجوده في كل بحر لا لب على الجد اذا كان يكمل يكون فما مركز تاع تكوين في المخصرين هي حبه يحب هذا يخلوا عملنا ملك ساعتك مين مش يعلمون ويدخل ناس خلينا في الوحدة لا مراه من كل بحر وطول زيت شوف قدام غير مبالغة سي محمود نعلمه ولا باش يعلمنا تبارك الله عندنا على خاطر هو تبارك الله هو درالي ونوريهم لك انت تقول ولادك ولاد ولادك عندهم لي سوار مين الناس يلعبوا بها لعب بالصباح الناس السلطان درالي هذا ولاد هو ولدي ربان بحار اصغر هبات في كامل الجمهورية وقع في بورت نوفيك اصغر رياض اعطونا الدعم وشجعونا خلينا ننظم في البلاد هذه وهي البلاد نهضان البلاد هذه نهضان تونس اسمعني هي نهضان تونس انتم تبارك الله عندكم الفس البحر عندكم الفس احنا زاد ان شاء الله باش نتعلموا منكم في الفس باش نوصلوا للنتيجه مع بعض نتاع الجزائر هذه الله يخليك قلت للسيد المعتمد قلت له بالله كان معتمد صياد تنتمي الى ولايه المسير قلت للسيد الوالي خصنا سويعه من وقته سويعه من وقته قلت لي راني وصلت ولتو اللي نستناو فيه بالعكس ناسيا منسيا والله ناسيا منسيا لا هو
هو راهو اكد علينا الامور معكم راهو مراقبه كل حاجه كان كاجر وجي معكم لا لا ولا يغدو زعما تقرات انت وجيت كل واحد واسمعني كل واحد في قلب المسؤوليه في الاتصال المباشر احنا نواب واجبنا بلدي سلام المركب هذاك شوف البحار وين وصل باش يطلع نتاع على الرصيف هذه وثم تراه تراك باش تلحق تكسر في فلوق حديد طلعوا المدخل البرد بالضبط وصبوها. وحلوا الحديد تصبغ لك تو كل فلوقه من فلاك الكبار هذه تطلع تك على جنب غير يلزم يجي صاحبه باش يعوم في مدخل البرد بالضبط مدخل البرد بالضبط تو نزيد ناكد عليه في المجلس الجهوي المقبل الله يبارك لك مدام عندي حدا المجلس الجهوي المقبل ناكدوا على على الصعيد بصفه عامه على الصعيد بصفه عامه من جهه الثوره يا مدام متر وناس ما نزيدش فيها متر وناس مترو الناس مش هتفاهم في قلب صياده ما عندوش الماء صالح للشرب في قلب صياده في قرعيه ونسميه لكم فرع عيسى مجاري ما عندوش ماء صونيل ما انت واحد في وسط البلاد في وسط البلاد كل حاجه برت قصيبه خسروا عليه واحد واحنا برت صياده ارخص قرعه هذه تو في الشتاء يبدا ماء وكل كامي وما تحبلهاش برشا مصروف كيف راه حسب كان يحس يخزنوا لنا حتى شويه من المليارات اللي نسمعوا بهم ثم القناه هذيك نتاع التطهير نسمعها لحقيقه تعمل هذيك هذيك سيتون ميزور هذيك جزائريه اما تو القناه هذه القناه هذه تو مدام في الفلاك مدام القناه هذه تو كان يعليوها الفلاك ما عادوش يتكسر تو كل نوع الفلاك يتكسر كل نوع تولي كي 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 هذه كي فرغه تبلاش برشا مصروف أكدوا على ذي في المجلس وشوية ماء من السقالة ذيك أنا ربطوا سارة ساعة ذيك ما لقاوش لا ماء لا ضوء سكتنا طورا واحنا بلاصة جاء هو عنده مسار طبيعي مسار طبيعي مسار طبيعي تعدى ولي تشريعه مش ولي نقاط كراز وخلها شاكا لكل مونا كان باش نحل في الحديث كي تبدا افقيه ماشي حاجه ما يفهموش تبدا افقيه تبدا جايه من فوق فهمت اللي جاي هو اسمعني هو مع كل الصعوبات الموجوده حاليا اما زاد فما كان الحقيقه ولا فما مجال سوسيتي سيفيل باش تتكلم وتوصل صوتها خلي الحلول تطلع من القاعده يزينا من الحلول الفوقيه ساعات يجي راهو حتى ان بروجرام انترناسيونال تاع وكالة حماية الشريط الساحلي ولا معناه يدخل لك في الاكتيفيتي اغريكول وانتسريال معناه سابلوك شوف مدام هما توا ماهوش طالبين عصا سحرية ولا مشروع في القريب هما يحبوا وقت اللي تعمل حاجة تعملها على قاعدة تعملها على قاعدة الاكستونسيون تاع البرج باش تكون فما يمكن يعمل لك حاجة يسكر عليك وتفسد الوضعية تاع البرج اللي فاسدة أصلا هذا مش معقول لازم استراتيجية اللي يغوض ولا مش البرج ولا مش كذا نجم نلقى كيما تسكر عليه باش تعمل لي ما يكونش تضييق خينا ولا مش تضييق خينا هذا الرئيس في البحر سلعني به 19 نعام ما شاء الله هذاك باش ما يحرقش راهو دافع عليه باش ما يحرقش لطف عليه ما حرقش تركها اللمبة ان شاء الله راهو رجل اعمال قد الدنيا في بلادنا لهنا في الساحل وفي الاشارات ما عملش جديد هذاك قال لك الاشارات القوية ما يمشي رايدين هذوك ما يشعلوش فيهم كعبة بركة هذوك من الامن على فكرة رئيس منطقة هذيك حاجه اخرى هذيك ما نعرفش مدير البرج يعرف مدير البرج هو اللي عملهم الذهاب في الليل الاشاره الضوئيه وينو سعيد مدير البرج نهار لحد وينو عسلامه مدير المعنيه بالمثل بك انا انتم الاشارات
اشارات ضوئيه. هم مش واضحين كما برد مثلا تاع قسيمه من البعيد ترى هذا لا مرات تشعل مره ما تشعل تاع قسيمه يضل انا ما يشعل وراهم راهم تنقضوا قاعده انت وقسيمه كنت تعاني اول حاجه حبينا نعمل سامحنا مدام سلام ان شاء الله اول حاجه سالو لي فور سيكوريتي خاطر فريمون هذاك سيت اون بريوريتي وليك فما حاجات راهي ما تستدعيش معناها اجتهاد كبير. الرئيس نتاع المركز تقريبا مش تكلفوا برشا مصاريف ولا برشا وراقي ولا برشا مراسلات حتى بالتنسيق مع رئيس المنطقه لهنا راهو سي فاسيل افير. وكان عندكم بلوكاج وعطلوكم يا خويا احنا على ذمتكم كلمونا طلبوا البحار بكاس كل مصانع الاداره العامه في بالها كل شيء فماش مطلب جابوه الحرص والاستمراريه والتاكيد راهو بالفوق ما عادش توا اسمعني توا نحب ولا نكره دولتنا تضعفت شويه احنا نحافظوا على وجودنا وتبقى باش تعيش يلزمنا نسكن نحرص كنا نغذيوها باش نغذيوها بالاجتهاد انت تجتهد دويني نجتهد دويني معناها انك بالسنتوره والاخر يذكرني والاخر يواعيني واني حاجه ما نعرفهاش مش بنت الاختصاص يقول لي هاو سافوار فير فهمت كيفاش هذا باش نحافظوا على دولتنا انتم احرصوا للماكسيموم وكان عطلوكم احنا نسندو والله مش معك حتى صح. ألور. ألور الورقية كارثية.